لا، هو أولا الحكومة الهندية الحالية كونها تنتهج منهجا مخالف للمسلمين لا يعني ذلك أنها حكومة شيطانية أو أنه هي متخلفة. لا، هي المشكلة الأساسية أنها تستخدم كل الأساليب الحديثة لتمرير هذا المخطط، فهي تستخدم عن وعي وعن ذكاء وعن أهداف مرسومة مسبقا. الفكرة اللي انطلقنا منها أنه هذا التيار اللي بدأ عمليا في العشرينات يريد أن يحول الهند إلى أرض للهندوس، معتقدا أن هذه الأرض لا يمكن أن يعيش عليها غير الهندوس، وهذه البلد اللي هي الهند فيها عدد لا محدود من اللغات ومن الأعراق ومن الطوائف ومن الأديان، وبالتالي فكرة دمج كل هؤلاء الناس تحت عنوان واحد هو أقرب إلى الخيال. يعني المسلم إما أن يتحول إلى هندوسي أو يطرد خارج البلاد، هذا هو الهدف؟ يعني على الأقل هم بيعلنوا أنه من الناحية الثقافية، يعني غير مهم ماذا أنت تعتقد في داخلك، ولكن ماذا تمارس من أسلوب حياة وعادات مرتبط ذلك بالاسم، طريقة السكن والأكل والشرب وكيف تتصرف. يعني حرب على الهوية يا دكتور محمد. بالضبط، يعني هو هذا السلوك ربما بعد مثلا 20-30-40-50 سنة إذا أقفلت أنت المدارس وبنفس الوقت فقدت لغتك الأصلية، فقدت ثقافتك الأصلية، معنى ذلك أن أطفالك فيما بعد هويتهم مهددة ودينهم مهدد، يعني مسألة تصبح مسألة وقت. وهؤلاء عملوا على ذلك بأنه أضعفوا موقف المسلمين بعدم تمكينهم من العمل، بعدم تمكينهم من التعليم، من السكن، من الصحة المناسبة وإلى آخره، فأصبح وضع المسلمين يتدهور اجتماعيا واقتصاديا، فأصبحوا في قعر السلم الاجتماعي، وهذه كانت كارثة حقيقية بالنسبة